أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك من سفر الأمثال أصحاح 17. الصديق يحب في كل وقت. الصديق الحقيقي كتاب بيقول عنه يحب في كل وقت، أما الأخ فللشدة يولد. الصديق الحقيقي لي. انت صلي كده ان الرب يخليك صديق حقيقي فعلا بتحب أصدقائك دائما في كل وقت. ما معنى هذه العبارة في كل وقت؟ يعني وهم في مشكلة كبيرة، محبتك ثابتة ليهم مستمرة. انت مش بتحبهم المحبة النفعية انك عشان تستفيد منهم ولما ما يبقاش ليهم فايدة تبعد عنهم، لا، دي مش صداقة. الصداقة التي من الرب تبقى بحسب هذه الآية في محبة مستمرة. تحب الشخص، بتسأل عليه وهو مريض، بتسأل عليه أو بتصلي من أجله، في محبة. والمحبة بتبان، محبتي لأصدقائي بتبان وأنا بصلي. يعني لما تقول لي أنا بحب فلان، ده صديقي، أقول لك طيب النهاردة صليت علشانه. لما بيبقى في مشكلة بتصلي من أجله. الصديق يحبه في كل وقت. عزيزي المشاهد، لو أصدقائك بيتخلوا عنك لما تبقى في مشكلة، يبقى دول مش أصدقاء، وما تشاركهمش بقى مشاكلك ومشاعرك، لأن الكتاب المقدس بيقول هنا بكل وضوح إن علامة الصداقة الحقيقية إن المحبة ما بتتغيرش، المحبة بتبقى ثابتة، يحب في كل وقت. والاخوه الحقيقيه ان يقف معاك في وقت الشده، يقول لك اما الاخ فللشده يولد. يعني الصداقه مش مجرد ناس بتقعد مع بعض في وقت الفراغ مثلا تحكي، لا، الصداقه معناها ان احنا بنشيل احمال بعض، زي ما قال الكتاب احملوا بعضكم احمال البعض. يعني لازم نشيل احمال بعض، هي دي الصداقه. الصداقة انك ما تتخلاش عني لما ابقى في محنة. صداقة معناها انك تضحي علشان تنقذني، هي دي الصداقة. الصديق ماله؟ الصديق اللي من الرب يحب في كل وقت. في ظروفك الحلوة بيشاركك افراحك زي ما قال بولس فرحا مع الفرحين. في ظروفك اللي انت حزين فيها بيشاركك احزانك بكاء مع الباكين، وبيشاركك عشان يساعدك في انك تطلع من هذه الاحزان. ولما تبقى في شده، اما الاخ فللشده يولد. دي الايه دي تنطبق على الاخوات، اخوه جسديه، يعني عايشين في بيت واحد، اب واحد، ام واحده، إنما تنطبق كمان على الإخوة الروحية. يعني أنت تبقى وسط جماعة مؤمنين، لما تبقى في شدة يشيلوك، لما تبقى متضايق يعزوك، لما تبقى ضعيف روحيا يسحبوك لقدام. عزيزي المشاهد، لا تنسى هذه الآية، قول له يا رب أنا عايز أبقى أخ من هذا النوع، أبان لما إخواتي يبقوا في شدة، ما تخلاش عنهم، ما بقاش أناني. يا رب شيل مني الأنانية، ويا رب عايز أبقى صديق من هذا النوع اللي المحبة بتاعته ثابتة لأصدقائه. وأقرأ لك الآية الشهيرة اللي في رسالة بولس الرسول إلى غلاطيا، احملوا بعضكم أثقال بعض. يعني لازم يبقى لي دور ان انا اخفف الحموله اللي على صديقي، الحموله اللي على اخويا. احملوا بعضكم اثقال بعض، يعني انا اشيل معاه
باسم الرب يسوع. لا تكون محبتنا محبة بالكلام واللسان، تكون زي ما بيقول الرسول يوحنا بالعمل والحق. بشيل معاه في أزمة مالية، بشيل معاه في أزمة صحية، بشيل معاه في صديقي فقد أبوه رحل من هذه الأرض، أقف معاه وأضحي علشان يرتاح. باسم الرب يسوع ننمو في المحبة، وننمو في ان احنا نسند بعض باسم الرب يسوع، وباسم الرب يسوع في الكنيسة اللي انت بتنتمي ليها. باسم الرب يسوع تصلي من اجل ان الانانية تقل، باسم الرب يسوع الناس اللي موجودة في الكنيسة عشان مصلحة خاصة وناس نفعيين كده وعايزين يستفيدوا من الآخرين مش عايزين يدوا، الناس دول يتغيروا باسم الرب يسوع. عزيزي المشاهد، بكمل معاك التأمل في حياة مريم ومرثا. احنا في القصة المشهورة قوي اللي حدثت قبل الصلب بشوية أيام، اللي موجودة في متى 26، مرقس 14، يوحنا 12، يوحنا صحيح 12 ومتى 26 ومرقس 14. وقلنا ان مريم عملت عمل عظيم جدا، انها اشترت طيب غالي الثمن، ثمنه يساوي اجر واحد لمدة سنة، ثمنه يفوق كمان ده اكتر من 300 دينار، وال300 دينار دي اجرة واحد طول السنة تقريبا. جابت الطيب ده في قارورة غالية كمان، وراحت كسرت القارورة على راس الرب، فنزل الطيب او العطر السمين ده، ناردين الغالي الثمن، يقول لك ده يعني نقي، يقول لك ناردين خالص يعني نقي كثير الثمن، نزل على الرب وهو قاعد في بيت سمعان الأبرز، كان مدعو للعشاء هناك. مريم عملت كده قدام كل الناس، وعملت كده في المناسبة دي، وتعرضت لنقد شديد. إنما الرب قال عن اللي عملته إيه؟ أولا قال الرب إنها عملت إيه؟ قال قد عملت بي عملا حسنا، عملت مع الرب عمل حسن. وكلمة حسنا هنا دي كلمة يونانية تعني عملت حاجة ممتازة، يعني عمل ممتاز أكثر من ممتاز، مش الكلمة العادية اللي جاية في إنجيل مرقس لما قال الرب قد عملت بي عملا حسنا. باسم الرب يسوع يبقى في حياتنا أعمال الرب يقول عنها أنها أعمال ممتازة بنعملها، مش الناس. هنا في الموقف ده اغلب الناس او اللي بيقولوا الكتاب ان يهوذا الاسخريوطي قدر ياثر على التلاميذ، والتلاميذ وبقيه الناس خدوا موقف انتقدوها وقالوا ان اللي عملته ده غلط. مش مهم الناس يقولوا ايه، انما المهم الرب قال ايه. الرب قال قد عملت بي عملا حسنا. وقرا لك من انجيل متى اصحاح 26، لاني الرب عايز يبرز اللي عملته مريم لما سكبت الطيب الغالي الثمن على راس الرب. طبعا في انجيل يوحنا نعرف إن لما نيجي لانجيل يوحنا نعرف ان مش بس على راسه، دي سكبته كمان على قدميه. الرب قال برضو لماذا تزعجون المراه، لانهم كانوا بينتقدوها، فالرب دافع عنها، فإنها قد عملت بي عملا حسنا. يبقى إذن اللي عملته مريم ده عمل إيه؟ رائع. وإنت تصلي تقول يا رب اديني اديني فرصة واديني أفكار يا رب عشان أعمل لك أعمال حسنة، أعمال تبقى في عينيك ممتازة. يا رب اديني هذه الفرصة وساعدني، أنا عايز أعمل أعمال ممتازة في عينيك، مش عايز أعمل أعمال ممتازة في عينين الناس. أنا مش عايز أرضي الناس، أنا عايز أرضيك أنت. وقال الرب إيه كمان اللي عملته في أصحاح 14 إنجيل مرقس. وتلاحظ عزيزي المشاهد إن أنا بقرأ من إنجيل مرقس بالذات، لأن إنجيل مرقس اللي بيركز على الخدمة،
يعني خدمة الرب يسوع، وبالتالي بيركز على العمل اللي عملته مريم ده كان خدمة للرب. هو الإنجيل بيتكلم عن الخدمة، فأنا بتأمل منه. كل إنجيل بياخد زاوية معينة، يعني في متى بيركز على الرب يسوع الملك، في يوحنا الرب يسوع ابن الله، فكل إنجيل بيركز على نقطة معينة في كل قصة بيقولها. فأنا بتأمل معاك في إنجيل مرقس عشان نتعلم الخدمة، إزاي نخدم الرب. لما تخدم الرب يبقى هدفك إنك ترضي الرب، مش ترضي القسيس بتاع الكنيسة، ولا الناس تقول مثلا إنك أنت صوتك في الترنيم رائع، ولا الموسيقى اللي بتعزفها هايلة والناس تسقف لك، أو يقولوا الوعظة بتاعتك ما حصلتش. لا، يبقى هدفك زي مريم كده، إن الرب يقول اللي أنت بتعمله ده رائع. والرب طبعا بيحكم على القلب، وبيحكم على انك انت جوه قلبك في ايه، والمحبه اللي جوه قلبك شكلها ايه. فانت صلي ان تبقى خدمتك للرب عظيمه في عيني الرب، والرب يراها انها شيء حسن. قال الرب عن عملته ايه؟ عملت ما عندها، عملت ما عندها. وهنا يعني اللي عملته للرب ده أقصى حاجة تقدر تعملها. عملت ما عندها، يعني ده أكتر حاجة كانت ممكن تعملها للرب. عملت ما عندها. الحب يخليك تقدم للرب كل حاجة وتعمل للرب اللي تقدر عليه. عملت ما عندها، وده نفس التعبير اللي استخدمه إنجيل مرقس لما اتكلم عن أو استخدموا الرب، واتكتب في إنجيل مرقس لما اتكلم عن الأرملة اللي لما جت تدفع حطت فلسين، وبعدين في الهيكل، وبعدين الرب كان بيشوف الناس وهي بتدفع، فيقول كده: دعا تلاميذه وقال: الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع كل الناس اللي دفعوا. هي دي دفعت أكثر منهم كلهم، رغم انها القت فلسين، حاجه ملهاش قيمه. الرب ليه اعتبر الفلسين دول اثقل، وزنهم اكتر من الدنانير الكتير اللي دفعوها الاغنياء وحطوها في الخزينه بتاعه الهيكل؟ ايه السبب؟ يقول كده: لان الجميع من فضلتهم القوا. يعني الغني عطى من الزياده، يعني افترض انه عطى 1000، طب هو عنده ملايين، يعني عطى من الزيادة اللي عنده من وده مش عطاء، يعني ده عطاء في يعني عدم تقدير للرب، انك تدي للرب الفايض. لا، ده مش حب. الحب انك تدي للرب من اللي انت اللي بيأثر عليك انت، يعني من دخل، من مش من الفائض. يعني يقول الكتاب ايه بقى؟ دي عطت من ايه؟ مش عطت كده من الحاجة الزيادة اللي مش هتأثر فيها. يقولك: اما هذه فمن اعوازها القط، من الاعواز، يعني دول محتاجة لدول عشان تشتري بيهم اكل مثلا، فمن اعوازها القط كل ما عندها كل معيشتها. يا ده كان عندها ايمان عظيم انها تدفع الفلسين اللي حلتها، وعندها إيمان إن الرب هيصرف عليها، وعندها إيمان إن الرب هيسدد احتياجاتها. كان عندها إيمان عظيم وحب عظيم للرب، عشان كده يقول الرب يسوع مدحها أنها ألقت ما عندها كل ما عندها كل معيشتها. فإيه مريم عملت كده برضو؟ يقول لك عملت كل ما عندها، يعني كل اللي عندها حطته في القارورة دي أو في الطيب اللي في القارورة دي، كسرت القارورة عشان ما يبقاش فيها أي حاجة، تبقى كلها للرب. ما عملتش زي حنانيا وسفيرة لما باعوا البيت وخدوا منه شوية لي من البيع بتاعهم، وراحوا قالوا في الكنيسة ان احنا بعنا كل ده تمن كل البيت اللي بعناه، عشان بقى يتظاهروا بان عطاهم ضخم زي عطاء برنابة، عايزين يتظاهروا كده. وفي الحقيقة انهم هم بعد ما باعوا البيت خدوا مثلا جزء منه وحطوه في جيبهم. لا، هي عملتش كده، ده كل اللي عندها فعلا، عملت ما عندها. فالرب بيتكلم عن اللي عملته مريم، انه عمل عظيم جدا جدا، وراه حب للرب، وراه انها مش عايزه تحتفظ بحاجه لنفسها، وراه ايمان ان طب لما كل اللي عندها تحطه في للرب، طب هتعيش ازاي؟
طب ما برضو الأرملة اللي حاطط الفلسين هتعيش ازاي ده؟ ما انت لما بتبقى مع الرب وتدي للرب من وقتك ومن طاقتك ومن أعوازك بيبقى عندك إيمان إن الرب مش هيتركك تحتاج شيء. أنت عايز تعبر عن حبك للرب بهذه الطريقة. إيه اللي حدث؟ اللي حدث بقى أقرا لك من إنجيل يوحنا، زي ما قلت لك القصة دي مكتوبة في متى ومرقس ويوحنا. يوحنا 12 كان موجود في القعده دي او في العشاء ده رسل الرب، ورسل الرب منهم مين؟ يهوذا الاسخريوطي. وده زي ما كلنا عارفين كان مش امين وما كانش فاتح قلبه للرب ولا كان اتغير من الرب، ما اختبرش الولاده التانيه، انما كان طماع وكان ماشي مع الرب على امل ان الرب ده المسيح، على امل انه هيبقى يطرد الرومان ويبقى هو الحاكم في البلد، هو الملك زي داود، ويبقى هو بقى وزير ويستحسن يبقى وزير الماليه. ليه؟ لانه هو ماسك الصندوق بتاع ميزانيه الرسل والرب، كان بيسرق منه، كان انسان طماع. والعجيب ان في القصه دي ان القصه دي كانت في بيت سمعان الابرص. ده شيء عجيب جدا. تقول لي ليه؟ لاني سمعان الابرص ده شوفي من مرض البرص الرب شفاه، انما بيقول انه كان ابرص، يعني اسمه معروف سمعان الابرص، كان ابرص وشوفي. طب تقولي ايه علاقه دي بيهوذا؟ ان في العهد القديم في قصه مشهوره قوي عن تلميذ اليشع، ده كان خادم زي يهوذا كده، وكان طماع، كان بيحب الفلوس، وبسبب محبته للفلوس جاله مرض البرص. يعني كأن يهوذا قدامه تحذير، قدامه سمعان الأبرص اللي شوفه من البرص بيفكره بتلميذ أليشع اللي جاله البرص نتيجة الطمع في الفلوس، نتيجة انه كان طماع وعايز ياخد الفلوس وكذب عشان ياخد الفلوس، جاله مرض البرص. ومش جاله هو بس، ده امتد فيه نسله كمان. فيهوذا كان عنده تحذير، لكن هو ما هو المال كان مسيطر عليه، محبة المال زي ما بيقول الكتاب محبة المال أصل لجميع الشرور، محبة المال أصل لجميع الشرور. فطبعا المجد اللي كان في مريم كشف الخزي اللي في يهوذا، أو النور اللي في مريم كشف الظلام اللي في يهوذا. حاجتين عكس بعض، واحدة بتضحي بالفلوس عشان تكرم الرب، والتاني بيسرق من فلوس الرب من الصندوق علشان طماع بيحب الفلوس. فلما اتكشفت هز فقال ايه؟ فدايما دي حاجة بتبكتني، ده لازم الصوت اللي بيبكتني ده لازم اصمته. في واحد في ناس كده لما تحس ان ده بيبكتها حياته بتبكتها يحاول يوقع الشخص ده في الخطية عشان ما يقعدش يبكته، عشان حياته ما تبكتوش. المهم نشوف ان عايز يحطم مريم. قال ايه؟ قال لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار؟ ده كان ممكن يتباع ب300 دينار، وكان طبعا الفلوس هتجيلي لو اتباع، لان انا اللي ماسك الصندوق ماسك الميزانيه، وطبعا هسرق منهم 100 200. لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ وبعدين الروح القدس بيعلق، قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، مش عشان كان بيحب الفقراء، لا، ده علشان ال300 دينار دي لو جات له هيسرق منهم، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل كل ما يلقى فيه. فيهوذا اتكلم بصوت عالي، يعني الرب ساب المرأة تعمل كده؟ لا، هو بقى دي حاجة بقى حركته من جوه، حاجة ما جت على الوتر، جت على انه طماع، ازاي دي بتعمل كده؟ جت على الفلوس، والفلوس كانت ممكن تيجي يعمل مقارنة، الفلوس دي لو كانت جابتها عشان نخدم بيها الفقراء كنت خدت منها الكتير. قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده. طبعا ده كأنه بيقول لمريم انت غبية. وبعدين نشوف في انجيل متى اصحاح 26 ايه اللي عمله يهوذا ده؟ كان ليه ابعاد؟ كان ليه ابعاد. ايه الابعاد؟ ف
فلما رأى تلاميذه تلاميذ الرب ذلك اغتاظوا. يعني اللي عمله يهوذا ده والكلام اللي قاله ده أثر في ناس كويسة وخلى الناس الكويسة دي تفكر زيه. يقولك اغتاظوا قائلين لماذا هذا الإتلاف ده إتلاف. يعني بيقولوا على إن مريم الطيب اللي تمنه غالي ده تحطه على راس الرب ورجلين الرب ده إتلاف، إكرام الرب ده إتلاف، خدمة الرب ده إتلاف ولا يزال. بس ده بتأثير من مين؟ من يهوذا. هو يهوذا اللي طلع لهم الفكرة ده، تأثير من يهوذا. زي واحد يقولك إيه إيه الإتلاف ده، أنت كان ممكن تطلع مهندس كبير أو دكتور كبير، تسيب ده وتروح تشتغل مبشر، تروح تشتغل خادم، تبرعي كنيسة، أنت أتلفت. لا لا لا، أي عطاء للرب ليس إتلاف، ليس إتلاف. إنما يهوذا أثر على الناس اللي أصول دول رسل، يعني دول هيخدموا الرب لكن كانوا لسه بيتعلموا. لماذا هذا الإتلاف وتبنوا اتجاه عام؟ يعني يهوذا صنع رأي عام، رأي عام. أحيانا الإجماع بيبقى ضد الرب. مش معنى أن الناس أجمعوا على حاجة أنهم صح، لا، ممكن يجمعوا على حاجة غلط. وهنا الإجماع اللي سببه يهوذا الإسخريوطي كان غلط، والتلاميذ تبنوا ده. لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. وبعدين في إنجيل مرقس، يعني يهوذا أثر على التلاميذ، وفي إنجيل مرقس بقى أصحاح 14 يقول كده: وكان قوم مغتظين. يعني كمان مش التلاميذ، أكتر ناس تاني كانوا في الوليمة دي. يعني يهوذا نجح في أن يأثر على التلاميذ ويأثر على باقي الناس. كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار. ده يهوذا قال كان ممكن يباع ب 300 دينار، لا بقى شوف الشيطان زود. ده كان ممكن عشان تبقى غلطة مريم دي كبيرة. كان يمكن أن يباع هذا بأكثر. شو كلمة أكثر؟ يعني يهوذا قال 300 دينار، لكن لما أثر في التلاميذ والتلاميذ أثر في بقية الناس واخد موقف ضد مريم، بيت 300 دينار أكثر من 300 دينار ويعطي للفقراء. ويقول وكانوا يؤنبونها. شوف كل واحد منا، ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه اللي عملتيه ده؟ ايه اللي عملتيه ده؟ ايه اللي عملتيه ده؟ لكن الرب يسوع دافع عنها. عزيزي المشاهد، حينما يكون اتلاف من اجل مجد الرب، كن متيقنا ان الرب سيدافع عنك. الى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معك.